هذا البرنامج برعاية ملف الخبز من أهم الملفات اللي بنناقشها دايما على الساحة المصرية، وده لأنه المواطن المصري دايما بيعتمد على رغيف الخبز بشكل أساسي. حقيقة رغيف الخبز ليس مجرد سلعة أساسية فقط بيعتمد عليها المواطن المصري، بل هو أيضا مرتبط بكل ما يخص الاقتصاد وأيضا على الساحة السياسية، هو بيرتبط بكتير جدا من الأصعدة. النهاردة هنتكلم عن رغيف الخبز ولكن من منظور مختلف مع ضيفي الكريمين، دكتور جمال زهران رئيس قسم تكنولوجيا الخبز والعجائن. مرحب بحضرتك يا فندم، اهلا بيك. اهلا وسهلا بسيادتك واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. وايضا الدكتور صلاح حمزه استاذ بحوث تكنولوجيا الخبز بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه. اهلا بيك. اهلا يا فندم، مرحب بحضرتك. يعني الحقيقه انا برحب بحضراتكم طبعا، ولكن حضراتكم تعلموا النهارده كان في زياره مهمه جدا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى نيويورك، وكمان كان في احتفال كبير جدا من قبل الجاليه المصريه هناك، وسمعنا كتير من الهتافات المصريه زي تحيا مصر تحيا مصر، وكمان اهلا بيك المصريين اهم حيويه وعزم وهمه، ودي كلها كانت رسائل وهتافات ترحيب للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من الجاليه المصريه في نيويورك. ولكن هناك تفاصيل كتير جدا عن هذه الزياره على الصعيد الاقتصادي والصعيد ايضا السياسي. خلينا ناخد اتصال تليفوني من استاذ محمد سميكة مسؤول ملف الرئاسه في المصري اليوم. استاذ محسن سميكة اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. يعني احنا النهارده بنتكلم عن زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي الى نيويورك، شفنا احتفال كبير جدا من الجاليه المصريه هناك، ولكن هناك تفاصيل اولا عن هذه الزياره بخصوص الوضع السياسي وايضا الوضع الاقتصادي. بكل تاكيد يعني هذا الاحتفال هو مشهد مكرر، هذه هي المره الرابعه التي شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات الجمعيه العامه للامم المتحده. كنت من اشرف ضمن الوفد المرافق له في الجمعيه السابقه رقم 71، كانت حفاوه استقبال يعني اكثر حراره يمكن من هذه المره، اعداد كبيره من الجاليه المصريه بيرفعوا اعلام ونفذات الرئيس تحيات تحيه طبعا للجيش والشرطه والشعب، بيقولوا التفات يعني حماسيه جدا جدا بيشهدها الوفد المرافق الرئيس السيسي، يمكن ما دائما بينزل ويصافحهم بس كنت نهايه جولته. هذا هو الاستقبال اللي كان في ساعه مبكره في صباح اليوم بتوقيت الولايات المتحده تقريبا في 11 صباحا بتوقيت القاهره، تعلم حضرتك الساده المشاهدين 6 ساعات فارق توقيت الثالث في الولايات المتحده، عقب وصول السيد الرئيس الفندق المعتاد اللي دائما بينزل فيه نيويورك بلد بيشارك فيه كل الفعاليات. يعني ذهب للصراحه ومعاه وفد وزاري مشكر من الدكتوره طه مصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، دكتور غدا والي وزير التضامن الاجتماعي، وايضا سامح شكري وزير الخارجيه، ورؤسائنا الاجهزه الامنيه اللي هو خالد صوت رئيس جهاز المخابرات العامه، وطبعا حد رسمه وثيقه كتابه الدكتور عبد العباس كامل تلقاه الفندق مباشره. مفترض ان يعني بعد ساعه او اقل هيبدا اول لقاء الرئيس السيسي في مقر اقامته مع رئيس المنتدى الاقتصادي. الرئيس السيسي هيكون له كلمه مهمه امام الجمعيه العامه للامم المتحده الثلاثاء، وممكن ايضا امام مجلس الامن يوم الاربعاء، والاربعاء هيكون في فعاليات داخله هيلتقي في لقاء ثنائي هو الاهم مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وايضا لقاء مع ملك الاردن، وهناك لقاء ايضا مع رئيس قبرص، وهناك لقاء مع رئيس وزراء ايطاليا، هناك اجنده لقاءات ملتحمه. هذا ما يتعلق بوصول الرئيس مصر، وما يتعلق بحيثيه هذه الزياره بشكل كبير. معنا تعالوا في الداخل هو نتعامل ايضا في كلمات السيد الرئيس في حربنا ضد الارهاب والحرب ضد التنميه. تحديدا هذه النقطتين لهاش معلومه بيان او كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها امام الجمعيه العامه المتحده بتحدث على الارهاب وقدره مصر على الحد منه الى حد بعيد في شبه جزيره سيناء طبقا لكل الاحصائيات ينظرها حتى المصريين انفسهم او احصائيات رسميه. هناك العديد من الجهات اللي اصدرت تقارير رسميه الفتره السابقه عن قدره مصر واستطاعتها على الحد البعيد الى حد العلامات الذهبيه قياسا باربع اعوام مصر كان يعاني منها المصريين الكثير الكثير في هذا الملف تحديدا. اصبحنا نقطه القدوه والمثل. قبل يعني ايام قليله كان تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي امام منتدى الشؤون الماليه في شرم الشيخ وتحدث عن ان مصر تخوض حربا ضد الارهاب نيابه عن العالم. هذا هو حقيقه. حاليا اصبحنا نضع استعلاء لقضيه الارهاب ومكافحته، نظرا ان
خلال 4 طويل. اولا عندما اول من حصل بهذا الارهاب برعايته وانه سيصال بالضرب والشرق، وغايه ما تحدث كثير رئيس الفور توضيح المسؤوليه، وحاليا نتحدث على قضيه تنقيه العقول وتنقيه المناهج وقضيه اصلاح الخطاب الديني بشكل اساسي وبشكل شامل. هذه واحده من النقاط اللي يستمع لها العالم بشكل جيد، ودائما ما بيكون الرئيس السيسي يعني وقفه مهمه في هذا الامر. تذكر وحضرتك القمه العربيه الاسلاميه في المملكه العربيه السعوديه قبل نحو 3 أشهر، تذكر ايضا مشاركته في فعاليات الصين سواء في قمه البريكس او قبلها في العام الماضي في فعاليات مجموعه ال20 عندما نادى بتشكيل مفوضيه لمكافحه الارهاب سواء على هامش هذه القمه او على حتى في الامم المتحده اللي بتولي اهتمام بالغ بقضيه مكافحه الارهاب بشكل كبير. هذه واحده. الثانيه تتعلق بقضيه التنميه والاستقلال الاقتصادي اللي عليه الوضع المصري حاليا بشكل كبير، ويمكن دي دائما ما يسوق لها الرئيس السيسي ويلتقي بعدد كبير من رؤساء الشركات. حتى لو نظرنا للوفد المرافق بنلاقي الدكتوره طه الرصد القريب في وزيره الاتصال والتعاون الدولي تتحدث على قانون الاستثمار وما هي المذكرات ولائحه الصدر مؤخرا وقضيه اجتذاب رؤوس الاموال الى مصر والمرحله الحاليه والمقبله، نظرا لان ما هذا الطريق بشكل كبير كل المعوقات اللي كان بيشتكي منها المستثمر العربي والمحلي قبل الاجنبي اعتقد انها قد انتهت بشكل كبير. هو يبحث عن شبكه الطرق وهي موجوده، يبحث عن قضيه توافر الطاقه وهي موجوده، يبحث عن حل او صيغ الحل في خطين ثلاثه وبينه وبين الثوره التي تثق فيها وهي ايضا القانون حلها بشكل كبير. اذا نحن نقوم بدور تسويقي كبير في هذه المحافل المهمه باهم منبر واكبر منبر على مستوى العالم، منبر الامم المتحده، عندما تتحدث مصر وتجد انصاف من كل الدول المشاركه فيه. اعتقد انها نقطه غايه في الايجابيه وغايه في الاهميه، دائما بتعود الدفع على مصر على تطرقها بعد هذه النقاط الثنائيه اللي تبحث عن عزيز التعاون المشترك وقضيه زياده الاستثمار وزياده المشروعات بتنمي ثمارها مصر بعد هذه النقاط الفتره. يعني طبعا لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي خارج البلاد المصرية هو أمر تعودنا عليه منذ تولي الرئاسة، والحقيقة هذا التوطيد للعلاقات بالتأكيد يخدم الصعيدين المصري وغير المصري. ولكن هناك لقاء مرتقب إن شاء الله يوم الأربع بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا ترامب، يعني ماذا يحوي هذا اللقاء وما أهم القضايا التي يتم مناقشتها في هذا اللقاء؟ مختلف الاوضاع زي ما تحدث، طبعا هناك يعني علاقه قويه كلنا سلمتها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين الرئيس الامريكي دونالد ترامب. انا اتذكر وكان اول اتصال تقريبا على مستوى دول الشرق الاوسط لتهنئه للطوس كان من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني تعهدنا سويا حتى اذان ترشح ترامب من خلال الحزب الجمهوري. يمكن شاركت او كنت من الوفد المرافق في تغطيه هذا اللقاء، كانت منذ مقامه الرئيس قبل اجراء الانتخابات. شعرنا بفارق كبير في العلاقه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب، وقتها كان مرشح وبين مرشحات حزب الديمقراطي وقتها انا الحزب، ويعني كما يقال بالمصر كيمياء عاليه جدا جدا بين الزعيمين. هناك اتفاق في الرؤى حول مختلف القضايا في القلب منها قضيه مكافحه الارهاب بشكل كبير. استطعنا يمكن تحويل النسب والراي العام الغربي والاوروبي بشكل عام بشكل كبير جدا تجاه قطر تحديدا، واحنا اصبحنا نسمي هذه الدوله نظرا لرعايه الارهاب بشكل كبير. يمكن دائما ما تاخذ مصر موقف وتتبناه او تؤيده بقوه الولايات المتحده من استواد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، هناك قضايا عديده ومختلفه يتحدث فيها الجانبان. لما نتحدث على شراكه اقتصاديه، لما نتحدث على قضيه المعونه وما اثير حولها في الفتره السابقه، اعتقد ده موضوع هام للنقاش يمكن اجل فيه الحديث في حين هذه الجلسه المهمه او الهامه التي تجمع الرئيس السيسي بنظيره الامريكي، سيكون فيها الحديث بشكل كبير عن هذا الامر، ايضا عن الشراكه المصريه الامريكيه، عن التعاون العسكري. يمكن بنتحدث وفي تدريب مشترك مصري عسكري امريكي بيتم في هذا الوقت الحالي، وده اللي بيدل على قوه العلاقه. كان لسه عندنا جانب عسكري مهم، كان رئيس الاداره المركزيه الامريكيه كان موجود في القاهره قبل نحو اسبوع يمكن لبحث هذا او المشاركه في هذه المناوره بشكل كبير. اذا نتحدث على حليف استراتيجي قوي بالنسبه لمصر والولايات المتحده، هناك منفعه متبادله للطرفين. بنتحدث على اقوى اقتصاد بالنسبه للجانب المصري، وايضا بنتمتع بشراكه اقتصاديه وميزان تجاري يعني الى حد ما جيد مع الولايات المتحده الامريكيه في حجم الصادرات والواردات بشكل كبير. يمكن حجم الزيارات كسر الفتره الماضيه من جانب مصري، جانب وزاري مصري مع الجانب الامريكي. دائما لما تقرا في هذه الزيارات رؤساء شركات ورؤساء كبرى الشركات اللي بتبحث او بتقيم مشروعات كبيره في مصر بشكل كبير، يمكن هذا الامر ايضا قضيه تعزيز التعاون والتاكيد على الناحيه الاقتصاديه والناحيه السياسيه بيكون حاضر وبقوه في هذه القضيه. واحده من اهم الموضوعات اللي بيتم طرحها للنقاش يمكن بدا فيها الرئيس السيسي من
زياره ثنائيه في مارس الماضي، وهي زياره تاريخيه لواشنطن عندما التقى الرئيس الامريكي دونالد ترامب في البيت الابيض للقضيه الفلسطينيه اللي بتشغل قلب وعقل الدوله المصريه بشكل كبير جدا جدا، وما استطاعت مصر تحقيقه خلال هذه المرحله والمرحله السابقه من ناحيه داخل الشان الفلسطيني في قضيه المصالحه بين الاطراف المتنازعه والعلاقات القويه يعني اثبتت او اصبحت عليها حاليا علاقه بين حماس وفتح واستضافه مزيد من الوفود، يمكن كان لسه في وقت هذا الاسبوع وقت حماس موجود في القاهره لزياده التعاون خلال المرحله المقبله، يمكن اصبحنا نرى يعني مشاهد ومواقف لحماس لما اعتادها في السابق اصبحت تنفذ الارهاب برغم انها كانت متهمه انها يعني تدعمه في وقت من الاوقات، ايضا من الاطراف الليبيه مختلف تنوعها واطيافها موجوده في القاهره، القاهره اصبحت يعني او عادت كما كانت تلعب الدور القوي في المحور تحديدا، بنتحدث على دول الجوار من اهم الدول التي بتسبب مشاكل في العالم اجمع، يمكن الجانب الايطالي تحديدا في قضيه ليبيا اللي نظرناها والدوله السعوديه، بنتحدث على القضيه الفلسطينيه، بنتحدث على مكافحه الارهاب، اذا انت بتحدث عن قمه بمعنى الكلمه بين رئيس السي سي والنظريه الامريكيه. حقيقه كلام مهم جدا كان لازم يعني نسمعه النهارده ونتكلم في تفاصيل الزياره، سواء كانت الزياره النهارده او الزياره المرتقبه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ترامب. بشكرك جدا استاذ محسن سميكة مسؤول ملف الرئاسه في المصري اليوم، شكرا جزيلا. يعني نعود مره ثانيه بقى لموضوعنا النهارده وموضوع رغيف الخبز ومخاطر سوق التخزين. هنتكلم عن رغيف الخبز من منظور مختلف او من منظورين، هو من منظور الدكتور جمال زهران رئيس قسم تكنولوجيا الخبز والعجائن. برحب بحضرتك مره ثانيه يا دكتور. اهلا وسهلا. وبرحب ايضا بالدكتور صلاح حمزه استاذ بحوث تكنولوجيا الخبز بمعهد تكنولوجيا الاغذيه. برحب بحضرتك مره ثانيه يا دكتور. اهلا. الوضع الحالي للنمط الغذائي من الخبز في مصر لديه الكثير من التفاصيل دكتور جمال. وبالنسبة للنمط الغذائي لرغيف الخبز المتمثل بنسبة كبيرة جدا في اللي هو الخبز البلدي، ده اللي بيبقى اللي بتنتجه وزارة مجموع المخابز وبتشرف عليه وزارة التموين. اما في انماط خبز بقى اللي هو الخبز الريفي سواء كان في الوجه البحري او في الوجه الابلي، فكل قريه او كل مجموعه من القرى بيبقى لهم خبز معين هم بيفضلوه، ولكن المدن الكبرى دي متعوده على الخبز البلدي بصفه كبيره، وبقى في بعض المحافظات في جمهورية مصر العربية زي بورسعيد، البحيرة، المحافظات الساحلية عموما بيفضلوا الخبز اللي هو الشامي، اللي هو بيبقى شامي، وده بيتعمل زي الآلي، بيتفرد على فرادات آلي. ده معظم اللي هي او اجمالا هو انماط الخبز في مصر. يعني اكيد كمان الظروف السياسيه بتاثر كتير جدا على النمط الغذائي وخصوصا منظومه الخبز في مصر. هو زي ما اتكلم الدكتور جمال على النمط الغذائي او نوعيه الخبز الموجوده، هو انا بضيف ان الخبز اللي هو في الساحلي ده بيسمى المجر، الخبز المجر ده بيبقى مرغوف على دقيق، انما الخبز اللي احنا بناكله هنا في القاهره او في بقيه المحافظات بيبقى مرغوف على رده. ده بالخبز رغيف الخبز التمويني العادي اللي هو بخمسة ساج المدعم، ده بيصنع من دقيق بلدي استخلاص 82%، نسبة الردة فيه بتبقى عالية، ده عشان قيمته الغذائية بتبقى عالية لأن الشعب المصري أكتر شعب في العالم استهلاكا للحبوب ومنتجاتها، بيصل نصيب الفرد في السنة من 196 كيلو جرام ل 200 كيلو جرام، ودي نسبه عاليه جدا مقارنه مثلا بامريكا اللي الشخص فيها بيستهلك حوالي 75 كيلو جرام. يعني الشعب المصري الوحيد اللي بنقول على رغيف الخبز بنطلق عليه العيش. يعني ما اسم العيش او العيش ليه؟ لان الكالوري بتاعنا اللي هي السعرات الحراريه او البروتينات 60 لـ 65% بناخده من رغيف الخبز، والباقي بيبقى من الاغذيه الاخرى اذا كانت لحوم، اسماك، دواجن، الى اخره.
يعني بالتأكيد استهلاك المواطن المصري لهذه الكمية من الخبز أو العيش زي ما حضرتك طبعا أطلقت عليه بيبقى ليه كتير جدا من المخاطر كمان الصحية. حضرتك طبعا يعني أستاذ متخصص بمعهد تكنولوجيا الأغذية وأكيد أكتر حتى تقدر تتكلم في هذه الجزئية بالذات. هو حضرتك انا من فاول كلامي قلت ان رغيف الخبز اللي احنا بنستخدمه من الدقيق البلدي اللي هو استخلاص 80%، انا كل ما بعلى بنسبه الاستخلاص بتاع الدقيق مخاطره بتقل وقيمته الغذائيه بتزيد، لان انا كل ما اتجه ان انا اخد حبه القمح او اي حبه عموما واطحنها كامله بتبقى قيمتها الغذائيه عاليه جدا وبتفيد الجسم، انما الدقيق الابيض اللي هو بيصنع منه الفينو او الجاتوهات او الحلويات تبقى نسبة أو القيمة الغذائية بتاعته بتقل ويبقى أقل أهمية للإنسان مقارنة بالدقيق العالي الاستخلاص اللي احنا بنشتغل عليه اللي هو الدقيق البلدي. فتنصح المواطن المصري بإيه يعني؟ إن هو ياكل الدقيق الخبز المصنع من الدقيق البلدي اللي هو العالي الاستخلاص اللي حضرتك عليه، إذا كان 80 وكان في بعض الأوقات بيوصل 87 في مصر، لو كان مثلا إن مصر حضرتك بنستورد حوالي 8 مليون طن قمح سنويا عشان نغطي احتياجاتنا للرغيف الخبز اللي هو البلدي المدعم، يكمن احنا استهلاكنا بحوالي 5.6 من الاستهلاك او من القمح المعروض للبيع. مصر دي اكبر دولة في العالم مستوردة القمح، وعلى حسب احتياجاتنا من القمح لرغيف الخبز بتتحدد سعر القمح العالمي سنويا، يعني حسب احنا اللي بناخده قد ايه، فالدول الثمان تسع مناشئ المعروفه اللي هي بتصدر القمح في العالم بتحدد السعر على احتياجاتها، بيبقى عرض وطلب. دكتور جمال، يعني الظروف الاقتصاديه بتاثر على الصعيد الاخر للتصنيع لرغيف الخبز من حيث المكونات ومن حيث الامكانيات بشكل عام. وطبعا الظروف الاقتصاديه بتمس كل جوانب الحياه وكمان رغيف الخبز، لان اي عمليه تصنيعيه او عمليه انتاجيه هي بتخضع للاقتصاد من حيث هامش الربح، من حيث امكانيه ان الحصول على المنتج، وبالتالي فطبعا الظروف الاقتصاديه هتاثر على صناعه الخبز. فعندنا مثلا لما عمليه تحرير سعر الصرف للجنيه أثرت على سعر الخبز، خلت الدولة تضاعف يعني بدل تدعم الرغيف، بدل ما كانت بتدعمه مثلا ب25 أو ب30 قرش دلوقتي بقت تدعمه ب55 قرش. ليه؟ لأن ارتفاع نسبة سعر الدولار زود سعر طن القمح أو الدقيق، وبالتالي رفع كمية الدعم المقدمة. وبالتالي برضو لو سعر المنتج، لو احنا قارنا بين سعر الرغيف البلدي، ما الدولة تحملت الفرق وفضل هو بخمس قروش، بينما لو المنتجات الأخرى للمخابز نجد ان أسعارها ارتفعت بالموازية مع سعر الصرف، فما هنقدرش نفصل أي سلعة أو أي جانب من جوانب الحياة عن الاقتصاد، لأن الاقتصاد هو المحرك لأي عملية إنتاجية أو تصنيعية. كتير جدا من المواطنين دايما بيتساءل عن زي ما حضرتك ذكرت، احنا مرينا بظروف اقتصادية كتير جدا ولم يتأثر سعر رغيف الخبز في مصر، ولكن ما زالت هناك بعض المواطنين بتسأل هل يا ترى في الأيام الجاية من المتوقع أن يزيد سعر رغيف الخبز ولا لا؟ أول الدولة مشكورة بتتحمل هذا العبء عن المواطن، ولكن تغير السعر أو عدم تغييره ده بيرجع للقيادة السياسية، لأن هي الوحيدة اللي تقدر إن هي بتقرر إمتى ترفع أو ما ترفعش، لكن هي تحملت عبء كبير جدا عن المواطن في التغيرات الاقتصادية الأخيرة، يعني حوالي يعني 3 أضعاف اللي كانت بتدفعه قبل تحرير سعر الصرف بقت تدفعه بعد تحرير سعر الصرف، وده يعني مساهمة منها في دعم المواطن المصري، وهي الوحيدة اللي نفسها هي اللي تقدر امتى تتحرك السعر او مثلا، لان سعر الرغيف ثابت بقاله فترة كبيرة من يعني
يعني طول عشرات السنين بخمس قروش الرغيف، وفي كل هذه الفترة كان بيحصل في تغيرات في السعر، والدولة كانت بتتحمل هذا العبء على المواطن. بالتأكيد. دكتور صلاح، دكتور جمال ذكر انه يعني على مدار فترة طويلة جدا سعر الرغيف المصري لم يتغير. وضع الرغيف المصري ومنحنى الرغيف المصري من العصر الفرعوني مرورا بالروماني وأيضا العصر المسيحي والإسلامي والعثماني وحتى ثورة 23 يوليو، بالتأكيد هناك منحنى لتطور الرغيف المصري على مر العصور. طبعا ده مرتبط بكتير جدا من العوامل زي تعداد السكان وزي الظروف الاقتصادية وغيرها. هو حضرتك طبعا من ايام قدماء المصريين، هي ابتدت الحكايه ازاي؟ انا اسردها لحضرتك، هي ظريفه قوي. ان الناس دي زرعت، طلع قمح، جابوه نقعوه عملوه زي عجينه كده زي العيش الشمس دلوقتي، وابتدوا ايه ياكلوه، بقت مستسهله شويه. طب انا، ما انا لما اجيب القمح ده واطحنه، طيب اجرشه كده واشوف الدنيا فيها ايه. برضو جرش، وابتدوا برضو يعجنوه، لقوه اكثر استساغه. طب ما انا لما انخله شويه وايه، وافصل الاجزاء اللي هي الخشنه دي واخد الدقيق، نفس الكلام. كان لغايه اللحظه دي كانوا بياخدوا الدقيق على الحبه او على الميه، بيضيفوها على الحبه او على الدقيق او على مجروش الحبه. ما كانوش بيعرفوا حاجه اسمها خميره خالص، ولا الماده اللي هتدي الفليفر ولا الطعم ولا الريحه ولا الحجم بتاع الرغيف ولا الكلام ده كله. لغايه لما جينا للاغريق او الرومان، الناس بقى كانوا بيعملوا الخبز للملك وكده، فجي واحد من الطباخين دول، انا بقول لك حاجات ظريفه يعني حصلت كده، نسي العجينه دي، فالعجينه اتخمرت، فبس خاف بقى وهيعملوا معاه وبتاع. فالمهم الناس لما العجينه دي اتخمرت وزاد حجمها وريحتها بقت تدت الفليفر اللي هو المميز اللي دلوقتي، الناس استسخوها وعجبوها جدا. فمن ساعتها عرفوا ازاي ان هم يخمروا العجينه او الرغيف، وابتدت الانماط او الاشكال رغيف الخبز تتطور على حسب العاده بتاعت اهل المنطقه الموجودين فيها. يعني في عيش شمسي، في عيش بالتاو، في عيش بالحلبه، في عيش مخلوط بالذره، في العيش البلدي، في عيش الفينو، في التوست. فالانماط اتغيرت على حسب الذوق اللي هو بتاع الناس الموجودين في المنطقة دي. طب حجم الرغيف المصري يعني كان زي ما حضرتك بتقول على سرد الروايات او على ذكر الروايات، كانوا بيقولوا انه الرغيف زمان بيتناسب كمان مع حجم الانسان زمان، فهل تغير حجم الرغيف المصري على مر العصور ولا لا؟ هو بيتغير طبعا من الخبز التموين اللي احنا متعودين عليه ابو 5 سلك، ده قطره 22 سنتي ووزنه 100 جرام. ده اللي المواصفه بتقول لي كده، اللي هو بيشتغلوا ايه بيبقى فيه، ونسبه الرطوبه فيه، المحتوى الرطوبي فيه بيبقى حوالي 32%، اللي هو الخبز الطازه اللي هو الرغيف ابو 5 ساخ. انا بس عاوز اضيف لحضرتك حاجه من مميزات الجميله للمنظومه الجديده بتاع الخبز دي، ان اولا على اضعف اليقين يعني اضعف النتائج، ان انا احافظ على نسبه على كميه القمح اللي انا استوردها كل سنه مش هتزيد. ليه؟ انا دلوقتي مربوط لي على البطاقه باخد الفرد 5 ارغفه يوميا. طب انا وبعدين هي بقت عرض وطلب ازاي المنظومه الجديده؟ الفرن او المخبز اللي مش هيعمل خبز عالي الجوده انا مش هشتري منه، فهتبقى خساره عليه. فكله بيتنافس دلوقتي انه يطلع خبز عالي الجوده. دي اول حاجه. انا راجل كنت الاول باخد 5 ارغفه او 20 رغيف مثلا الاسره بجنيه. طب ال 20 رغيف دول كنت برمي نصهم. لا، الحكومه عملت لي حاجه اسمها النقاط، يعني الخبز اللي انا ما باخدوش بيتحول لي لسلعه تانيه او باخده فلوس. فدي شجعت الناس. انا لو انا راجل باخد دلوقتي 20 رغيف، ليه لا ما اخدش 12 او اخد 8 او اخد 10 واخد بالباقي نقاط، وبقت نقاط، وفي نفس الوقت بوفر على الدوله قيمه الدعم اللي هي زي ما قال الدكتور جمال، اللي هي من 50 ل 55 قرش في الرغيف الواحد، بيتوفر له على الاقل في 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 ثمن القمح والدقيق اللي هو داخل في تصنيع الخبز. يعني من ضمن النقاط الجميلة اللي هي في المنظومة الجديدة. ومن ضمن نقاط التوفير كمان اللي لازم نتكلم عنها زي ما حضرتك ذكرت من شوية، فكرة ارتفاع نسبة استخدام العيش أو الخبز للمواطن المصري، ده كمان بيؤدي إلى ارتفاع كتير جدا من الأمراض أشهرها السمنة اللي بتؤدي إلى كثير جدا طبعا من الأمراض. فإيه المانع أننا نوفر من النقاط وكمان نوفر من انتشار الأمراض في أجسامنا أو انتشار السمنة بشكل أو بآخر؟ دكتور جمال، يعني بالتأكيد الوضع الاقتصادي أيضا
بتأثر على منظومة الخبز في مصر؟ هو طبعا منظومة الخبز في مصر زي ما قلنا ان احنا تأثرت ان بارتفاع المواد الخام اللي داخلة، وارتفاع المواد الخام اللي داخلة دوت يعني زي ما قلنا الدولة مشكورة تحملتها عن المواطن وثبتت سعر للمستهلك اللي هو 5 قروش، والفرق هي تحملته، فالمواطن بالنسبة للخبز البلدي ما شعرش بفرق، لكن هو شعر بفرق ايه في المنتجات الاخرى للمخابز اللي هي الحر اللي هو زي الفينو، زي منتجات الباتيه، الكرواسون، الجاتوهات دي، شعر طبعا بفرق كبير جدا في سعرها، انما الخبز البلدي لا زال هو زي ما هو ب5 قروش، والدولة هي اللي تحملت هذا الحمل. دكتور صلاح، تقييم التكنولوجي لمنظومة الخبز في مصر شايفه ازاي؟ هو حضرتك معظم المخابز دلوقتي بقت آلية كتكنولوجيا، كان في المخابز البلدية زمان اللي هي الطاقة الفور ده، الطاقة والكلام ده كله، ده ابتدى يقل، كله بقى يعمل ميكنة، بيعمل ميكنة ويقلبها خطوط آلية. ليه؟ هتوفر معاه عمالة، هيزود الجودة، هيتدي معاه عدد اكبر من او كميه اكبر من الانتاج، والانتاج هيبقى انظف، لان دلوقتي في رقابه من المعامل المركزيه في وزاره الصحه ومعامل مركزيه في وزاره التموين، بتسحب عينات، بتتعمل في مواصفه قياسيه للخبز بيمشوا عليها وبتطبق بحذافيرها، اللي ما بيلتزمش بيها بيلغوا معاه التعاقد، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بيبقى في مخالفات وغرامات يعني، فهي المنظومه اتحسنت ولازم المخابز بتحسن من وضعها يعني ومن شغلها عشان تتماشى مع المنظومة. هل يمكننا دكتور جمال خلط الذرة والقمح علشان نقلل من كمية القمح المستورد ولا لا؟ هو بالنسبة لتقليل كمية القمح المستورد في مجموعة من الأفكار ومجموعة من التجارب حصلت، كان حصل في فترة ان احنا نضيف الذرة للقمح بنسبة 20%، ودي التجربة استمرت سنة عدة سنوات، ولكن كان في بعض العوامل التكنولوجية التي أثرت عليها، ان عملية استلام وطحن الذرة ما كانتش بالصورة الجيدة، ودي وبالتالي قللت من جودة الخبز اللي ناتج. وطبعا في برضه كانت التجربه دي مرت بمرحلتين، مرحله كان بيبقى فيها دي الذره منفصل عن دي القمح، وده كان برضه بعض المخابز كانت ما بتضيفش هذا الدقيق وتبيعه، وبعدين المرحله الثانيه الوزاره التموين ضافت دي القمح مع دي الذره في الجوال واحد، ولكن هي عمليه طحن الذره ما كانتش بتتم بالصورة السليمة، وبالتالي تم إيقاف هذه التجربة. لكن بالنسبة لي إن احنا نوفر كمية القمح المستورد دي، عندنا برضو ممكن إن احنا نرفع نسبة الاستخلاص، وعندنا في قسم عملنا تجارب على إنتاج اللي هو 87% نسبة استخلاص، أو 90 أو 93 أو حتى الحبة الكاملة. والنواتج الخبز اولا من القيمه الغذائيه بتاعته عاليه جدا، من ناحيه صحيه ممتازه جدا، لانه بيحتوي على نسبه عاليه من الالياف والرماد، ودي بتؤدي الى فوائد صحيه كبيره جدا، بتقلل نسبه الدهون الممتصه، وبتقلل نسبه الكربوهيدرات اللي هي ممكن تمتص، لان الالياف بتبقى دور لها دور في الامعاء الدقيقه بانها بتعمل ترفع اللزوجه، وبالتالي بتنظم عمليه كمان السكر الممتص، ففي فوائد كبيره جدا جدا، ولرفع نسبه الاستخلاص دي اولا هتقلل كميه القمح، في نفس ذات الوقت ده بيبقى فوائد الاغلفه الخارجيه كبيره جدا. خلينا نستكمل لقائنا بعد ما ناخد اتصال تليفوني من دكتور ايهاب عيسوي مدير معهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم.
دكتور إيهاب، احنا منورنا النهاردة في الاستوديو دكتور جمال زهران وأيضا دكتور صلاح حمزة، بنتكلم عن منظومة الخبز وتخزين أيضا الخبز وسوق تخزينه، وبنتكلم عن ربطه بالأوضاع الاقتصادية وأيضا السياسية. خلينا الأول نتكلم عن دور المعهد في تطوير منظومة الخبز بشكل عام. والله يا فندم، يعني انا بشكر بصراحه في ظل اداره معهد تكنولوجيا الاغذيه اللي بيضم قسم من اهم الاقسام اللي فعلا بتواكب العصر وتشوف القضايا على الساحه المطروحه، خاصه قسم فحوص الخبز والعجائن المصريه اللي هو عمود او بدايه انشئ معهد الاغذيه بانشاء بوجود هذا القسم. قسم بحوث الخبز والعجائن الغذائيه بيضم نخبه متميزه فعلا من العلماء المتميزين اللي فعلا ساعدوا كتير جدا في الفترات السابقه دي في مواكبه كل الظروف وتطورات بتطوير منظومه الخبز في مصر. ويشرفنا طبعا وجود الاستاذ دكتور جمال زهران رئيس القسم، والدكتور جمال حمزه استاذ في قسم الخبز والعجائن الغذائيه. القسم دائما في خطته البحثيه وخطته بيشوف اهم القضايا المطروحه في لتطوير هذه المنظومه، خاصه بعد ارتفاع الاسعار و يعني ارتفاع سعر المواد الخام والفجوه اللي موجوده في القمح. عاملين خطه برضه لازاي فعلا نقدر من الاستبدال لمجموعه من الحبوب الغذائيه المختلفه، النهوض برضه بالقريه المصريه واعاده وعمليات التنميه الريفيه واعاده انتاج الخبز في الارياف بالصوره التقليديه السابقه. كل ده كان موجود. تزامن برضه ده احنا بنعمل ربط ما بين كل الجهات المعنيه لهذه المنظومه في مصر، سواء المقصود بالحبوب وتخزينها والتصميم التكنولوجي لهذه الحبوب، بالاضافه ان احنا كمان بنحاول نحسن او نعدل في المنظومه او طبقا للابحاث المطروحه الطبيه اللي بينفذها قسم الخبز والعجائن المصريه الغذائيه. بالاضافه الى ان احنا برضو يعني الشيء المهم ان احنا بنحاول نعمل بروتوكولات لتقييم كل الاصناف والهجن الجديده من الحبوب الغذائيه، وازاي فعلا نشوف مدى اهميه استخدامها في تدعيم او اضافتها للقمح او دقيق القمح، بحيث ان احنا نقلل الفجوه الموجوده في القمح الموجود عندنا. انا عايز اسمحي لي برضو ان انا اتكلم على البحوث المنطقه اللي تنتج، لان هم بيواجهوا كل الصعوبات بصراحه وبيشوفوا كل ما يحيط بالناحيه الغذائيه وامراض حساسيه الجلوتين عندهم، موضوع ان هم ينفذوا بعض المنتجات الخاصه بالخبز المصنوع من الذره. كل ده بصراحه قسم متميز في عمل البحوث، وبيقوم برضه بنشر هذه الامور عن طريق الندوات الارشاديه والمؤتمرات والدورات والبرامج التدريبيه المختلفه اللي بينفذها القسم لنشر هذه الافكار والبحوث على المستوى العام. بيعمل بروتوكولات مع فئات عديده وزاره التموين وخلافه والجهات المختلفة برضه للتوعية والإرشاد لهذا الأمر. احنا محتاجين كمان إرشاد من نوع آخر دكتور إيهاب، يعني محتاجين كمان نرشد مواطنينا أو نوعي مواطنينا عن فكرة فايدة خلط الحبوب اللي حضرتك اتكلمت عنها واللي أساتذتنا طبعا الأفاضل كمان اتكلموا عنها، وفكرة القيمة الغذائية لرغيف الخبز وعدم الإفراط في استخدامه بشكل يومي. فهل في خطة لتوجيه المواطن المصري عن ده ولا لا؟ بالظبط كده، احنا بنحاول نعمل خلطات. احنا قسم المعهد عندنا بيضم العديد من الاقسام البحثيه. الاقسام البحثيه المتخصصه زي قسم الخبز والعجائن المصريه وايجاد البدائل، كمان بيضم مجموعه من الاقسام اللي هي قسم الاغذيه الخاصه وقسم المطبخ ووحدها واسمها وحده المطبخ التجريبي. كل دول مسؤولين عن ايجاد البدائل والتوعيه والارشاد. واحنا الحمد لله عندنا منفذ، يعني بنحاول نعمل ده سواء في وسائل اعلام مختلفه او من خلال بنعرضه من خلال مشروع الوزاره اللي هو تثقيف وتنميه تثقيف الامومه بالريف المصري،
وده مشروع موجود في محافظات مصر المختلفة، بنحاول إن هو عملية الإرشاد والتوعية من خلالها. ومن خلال برامجكم ومن خلال برامج الوسائل الإعلام المختلفة بنحاول نقدم رسائل من هذا النوع، أو ما كل ما يفيد بصورة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت التوعية للمواطنين. إن شاء الله، يعني أنا بتمنى طبعاً إن التوعية دي بالذات أو هذا النوع من التوعية الإرشادية توصل للمواطن المصري في كل مكان في مصر. أنا بشكرك جداً دكتور إيهاب عسوي مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، شكراً جزيلاً. نعود مرة تانية دكتور جمال، كنا بنتكلم عن فكرة خلط الحبوب، عايزين نوفر يعني استيراد الأقماح من الخارج، وكان لدكتور صلاح تعقيب على الكلام في هذا الموضوع. هو حضرتك موضوع خلط القمح بالذرة، احنا قعدنا في وزارة التموين، انا كنت مستشار سابق لوزير التموين، كانت الفكرة دي اتطبقت حوالي 10 سنين، بس كان في مشكلتين، 3 عقبات رئيسية بالنسبة للدقيق المخلوط، دقيق القمح المخلوط ب 20% دقيق ذرة. 3 عقبات، العقبة الأولى إن مفيش مطحن متخصص في مصر بيطحن الذرة لوحدها، لأن لازم البارتكل سايز أو الحجم الحبيبة بتاع دقيق الذرة لازم يكون مماثل لحجم حبيبة دقيق القمح عشان لما يحصل كومبينيشن بينهم أو خلط ما يبانش اي حاجه. اللي كان بيحصل كنا بنجيب حاجه زي الهامر ميل كده مطحنه زي مجرشه وتتحد، فكان اللي بيحصل ان حضرتك لما يجوا يخلطوا دي القمح مع دي الذره تلاقي حبيبات ذره ربع حبه ذرايه بس بتاع حبه كامله، فكانت بتبقى دي عيوب، ده اول عيب ان ما عندناش مطحن كان متخصص في الناس استثماراته حوالي 30 مليون جنيه عشان تعمل لي مطحن، وبعدين الذره كانت بتضاف لدي القمح 3 أشهر في السنة اللي هي الذرة اللي هي موسم زراعتها في مصر، ده أول سبب. السبب الثاني، الذرة حضرتك معروف محتواها الدهني عالي جدا عشان فيها جنين حبة الذرة، لأن في حضرتك عارفة إن في دي ده في زيت ذرة، فالدقيق ده اللي هو مخلوط اللي هو دقيق القمح مخلوط بالذرة كانت الشيلف لايف أو الفترة الصلاحية ليه 3 أشهر، الدقيق العادي دقيق القمح 9 شهور، فدي كانت عقبة برضه، كان الدقيق ده بيزنك وبيعمل لنا مشاكل. الحاجة الثالثة حضرتك، سعر طن الذرة دلوقتي بقى سعر طن القمح يعني متقارب، طب يبقى انا ايه، يبقى طالما القيمة الاقتصادية او الثمن واحد يبقى انا خليني في القمح اللي انا هغلط 100%، ده كان ايه، ده برضو كان سبب من ضمن الاسباب اللي بس هي بس احنا بنقول انه يعني الفرق بين الاثنين ان الذرة موجود ما حضرتك، لكن القمح احنا بنستورد. ما حضرتك الذرة دلوقتي بيوجه للمشية او لاستخراج الزيت، يعني احنا كده كده برضه بنستورد الذرة، يعني احنا نفسنا بنستورد الذرة دلوقتي الى جانب القمح بنستورد الذرة، فده كانوا 3 أسباب اللي هي يعني كان اهمهم واقواهم ان ما فيش مطحن متخصص بيديني الدقيق الذرة بنفس جودة او بنفس مواصفات دقيق القمح عشان اعرف اخلط وما يبانش. فكان اللي بيحصل ان انا اطلع اشويلة الذرة لوحدها دي الذرة لوحده وشويلة دي القمح لوحده، كانت المخابز ياخد الذرة يبيعها اللي هو بيعملوا بيه حلويات كده معروفة، لا مش الحاجة التانية، يعني بيبقى دي معروف دي الذرة بيتعمل منه حاجة تانية يعني كده ولحاجات تانية بس، فكانت دي كانت المشكله، انما كقيمه غذائيه تبقى عاليه. هي البسيسه فندم، بشكرك هي دي. يعني بالتاكيد كمان المكونات الاقتصاديه او الامكانيات المتاحه دايما بتساعدنا على فكره جوده رغيف الخبز. احنا محتاجين ايه دكتور جمال علشان يكون عندنا رغيف خبز؟ هو بالنسبه للوضع الخبز قبل المنظومه او بعد المنظومه هتلاقي فرق كبير جدا في الجوده. هو الصانع العامل المصري والصانع المصري بطبيعته ماهر وبيقدر ان هو يحسن في الجوده، بس لازم يكون هناك الدافع لتحسين الجوده. لما كان الخبز الاول كان قبل المنظومه كان وضع الخبز كان متردي، وكان الناس بتاخد الخبز كانت بترمي يعني يمكن مش اقل من 25-30% منه لسوق الصناعه. لما جت المنظومه اتطبقت وبقى كل المواطن عنده اختيار ان هو يحصل على الخبز من المخبز اللي هو جيد، لقينا ان الخبز دلوقتي
لا الجودة بتاعته ارتفعت جدا. ليه؟ لأن لو ما كانش المنتج بتاعه جيد محدش هيشتري منه، هيروح يشتري من مخبز تاني، فهو عاوز يرفع الجودة. فوجود حافز انه يرفع الجودة هو ده اهم حاجة، ان هو اللي هي بتحرك ان صاحب المخبز انه يجيب عامل ماهر، يجيب خباز عنده خبرة. ليه؟ لانه هيجيب خباز عنده خبرة هيبيع اكتر، الربح بتاعه هيزيد. لكن لو اتنفى عنصر الحافز الجودة، مش الجودة مش هتتطور لوحدها، لان الجودة دي تكلفة. يعني انا عشان اجيب واحد خباز ماهر اكيد سعره هيبقى اعلى من اللي هو العامل اللي هو ما عندوش خبرة، وبالتالي انا هكلف نفسي ليه اذا ما كانش هيحصل على عائد يوازي هذه التكلفة. فوجود بقى الحافز للجودة هو اللي بيعلي الجودة، وفي نفس ذات الوقت بيدينا هامش ربح أعلى كمنتج كصاحب مخبز، والمواطن بيستفيد بأنه بيحصل على سلعة جودتها عالية. فده المنظومة وفرت هذا العامل اللي هو عامل التنافس، وبالتالي تحسنت الجودة. بمناسبة التحسين أو محسنات الجودة، إيه المقصود دكتور صلاح بفكرة محسنات رغيف الخبز، وما هي هذه المحسنات؟ هي المحسنات دي حضرتك بنتدخل بيها في حالة واحدة. إن أنا بكمل على كلام الأستاذ الدكتور جمال، إن إلى جانب عامل الجودة لازم أخش بمادة خام عالية الجودة. يعني في أي عملية في بيبقى إن بروسيسنج أوت بوت، الإن ده اللي هو المادة الخام. لو استخدمت دقيق عالي الجودة أو مشاكله قليلة مع عامل ماهر زي ما قال الدكتور جمال، مع معدة كويسة، لازم أخد الآخر منتج عالي الجودة. المحسنات دي حضرتك كنا احنا تعرضنا للمشكلة دي من 3 4 سنين، لأن جميع أنواع الدقيق اللي بتنتج في مصر ما بتنتجش من 100% صنف واحد قمح. في مصر بنستخدم خليط من الأقماح اللي هي 60% أقماح محلية مع 40%، وبتختلف النسبة دي على حسب الاحتياطي الاستراتيجي الموجود في البلد بالقمح. فعمري لو انا استخدمت خليط من 100% قمح من صنف واحد دي تبقى ميزه، انما على حسب الاحتياطي اللي عندي الموجود في الصوامع او في الشون بعمل عمليه ايه الخلط. عمليه الخلط دي كنا احنا من حوالي 4 5 سنين كنا تعرضنا لحاجه اسمها فطر الارجوت. فطر الارجوت ده كان حضرتك بيعمل كان جه من احد الدول طبعا المناشئ اللي بره. الفطر ده كان ليه مشاكل، بيعمل سيوله، بيعمل مشاكل في الدقيق عندي والكلام ده كله. ابتديت اتدخل بالمحسنات اللي حضرتك بتقول عليها. المحسن دي فيها نوعين، انا دي الخبز العادي يعني بيحتاج عندي شبكه جلوتين، حاجه اسمها بروتين يعني بتاع الدقيق، تبقى متوسطه القوه، لا قويه قوي ولا ضعيفه قوي. فلو انا لقيت المشكله دي عندي وما بيعملش عرق، بيقولوا عليه الخبازين عرق، بتدخل بحاجه اللي هي المحسنات حضرتك، بتقوي الشبكه دي وبتخلي العرق ده يتماسك، وعشان يحجز الغاز جواه الدقيق ينتفخ جوه الفرن، يحجز الغاز جواه، تلاقيه حضرتك عالي كده ومساحته عليت ومساحته كبرت، ويبتدي يديني، واللبابه بتاعته طبعا مش معجنه وبديكي حاجه مستساغه. دي بتدخل بالمحسنات عشان احسن صفات الدقيق. لو شبكه الجلوتين ده ان انا ازود اللي هي الكفاءه، طب لو الدقيق قوي جدا اللي داخل بيه يبقى لازم اكسره، لا اما بخلطه بدقيق ضعيف او بحط محسنات بتضعف لي الشبكه دي. ده المقصود بكلمة المحسن، بنفس الوقت برضو عشان أحصل في النهاية على درجة الجودة المطلوبة لمنتج المخابز اللي أنا بنتجه الموجود حاليا. دكتور جمال، الدعم والخبز يعني دايما مرتبطة فكرة دعم الدولة للمواطن بالخبز، فما هي هذه العلاقة وكيف يؤثر الدعم على منظومة الخبز بشكل عام؟ والله الدعم طبعا بيؤثر بنسبة كبيرة جدا في رغيف الخبز. والدعم دلوقتي مر بكذا مرحلة، كان هو كان الأول الدولة بتدعم الدقيق، وكان بتدي الخبازين الدقيق بسعر منخفض، وده كان بيسبب فاقد كبير جدا في وتسرب، باب كبير لتسرب الدقيق نتيجة انخفاض سعره. كان بياخد الشوال ب 16 جنيه او ب 8 جنيه، اتمر بكذا فتره.
لكن بعد تطبيق منظومة الخبز ارتفع طن الدقيق ل 3200، وده منع عملية تسريب الدقيق، وطبعا انعكس على جودة رغيف الخبز، لأن كل مكان الدقيق، وطبعا المخبز برضه بقى عنده حرية استلام ان هو يحصل على الدقيق من كذا مطحن، وبالتالي بقى المطحن برضه بقى عنده دافع لتحسين. ليه؟ لان الاول كان مجبر ليه حصة على مطحن معين، سواء الدقيق كويس الدقيق وحش هو بيستلم حصته، وبرضه المطحن نفسه ما كانش اهتمامه بجودة الدقيق. ليه؟ لأن هو ضامن الكمية بتاعته هيوزعها على مجموعة معينة من المخابز، إنما دلوقتي لأ، المطحن دلوقتي عنده دافع إن هو يحسن الدقيق بتاعه، لأن لو رحت اشتريت أنا منه كصاحب مخبز دقيق وطلع مش كويس، مش هروح آخد منه، هروح آخد من مطحن تاني. فموضوع الدعم لما تغير في صورة الدقيق، واحنا بنتمنى ان هو يتحول لمرحلة تانية اللي هي المقبلة، ان هو تتحرر بقى الصناعة خالص زي الخبز الفين وجميع المنتجات، وياخد المواطن الفرق دوت نقدي، وهو يشتري الخبز من اي منتج بهذا الدعم النقدي، هيبقى احسن للدولة ويبقى احسن للمواطن. ليه؟ لان انا الوقت لو خدت الفرق بتاعي، انا لو خدت الفرق وممكن انا الفرق المادي المجزي، هيبقى انا عنده حرية. اولا مفيش اي كمية قمح هتقدر، لان الوقت ممكن انا اخد الخمس تغرفة بيكفوا المواطن وبيزيدوا. ففي ناس بتبقى عندها ترشيد وبتاخد النقط، وفي ناس ما بتاخدش بتاخد الكمية. لان الوقت لا، انا لو خدت الفرق النقدي لا، هاخد انا هعرف استفيد كويس، وهيوفر للدولة كميات قمح، لان زي ما قال الاستاذ عبد الدكتور صلاح ان احنا استهلاكنا للحبوب عالي جدا، من الحبوب يصل ل 200 كيلو، 200 كيلو ده معدل عالي عالميا، يعني اضعاف اضعاف دول، وده يعني كمية استهلاك غير حقيقية. في الحين احنا لو هنوصل لكمية الاستهلاك الحقيقية ممكن توصل 150 160، لا اكتر من كده. اه يعني احنا بنتمنى طبعا انه فكرة زف بشرى سارة للمواطنين عن الخبز في الايام القادمة يكون موجود بالفعل على ارض الواقع. انا بشكر حضراتكم جدا على هذا اللقاء، بشكرك جدا دكتور جمال زهران رئيس قسم تكنولوجيا الخبز والعجائن، شكرا جزيلا يا فندم ونورتنا ايضا. بشكرك، شاكرين جدا لسيادتك وللسادة المشاهدين. شكرا يا فندم. كمان بشكرك دكتور صلاح حمزة أستاذ بحوث تكنولوجيا الخبز بمعهد تكنولوجيا الأغذية، شكرا جزيلا يا بشكر فندم. حضرتك وبشكر السادة المشاهدين. من أهم الحاجات اللي لازم نطلع بيها من الفقرة دي هو فكرة أمراض السمنة وأمراض القلب، اللي إفراط استخدام رغيف الخبز طبعا بيؤدي إلى انتشاره بشكل كبير جدا زي ما اتكلم دكتور صلاح. بالتأكيد احنا كلنا عارفين انه أول ما بنبطل أكل طعم كل حاجة بيروح من فمنا، فبالتالي لازم نركز شوية في فكرة احنا جسمنا محتاج ايه ومحتاجين بالضبط أي من العناصر الغذائية علشان يكون جسمنا طاقي. وفقرة تانية عن سوسة النخيل ومواجهة سوسة النخيل، فانتظرونا. هذا البرنامج برعاية